بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعم، بالنسبة لتحويل القبلة، الله جل وعلا ذكرها في سورة البقرة في صدر الجزء الثاني منه. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذي وقع كان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة يصلي 17 شهرا تقريبا إلى المسجد الأقصى، وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة لأنها بناء إبراهيم. كان من أدبه مع ربه يستحي أن يطلب هذا، فكان يقلب بصره في السماء ينتظر فرج الله. ورد عند بعض أهل التفسير أنه سأل جبريل، فقال له جبريل: إنك كريم على الله، سل ربك، ليس هذا من شأني. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ يقلب نظره في السماء كما قال الله في كلامه العظيم، فجاء الأمر من السماء بأن يحول القبلة. كان المسجد قبلته إلى الشمال، فجعلت قبلته إلى الجنوب. لما تحولت القبلة أصبح الناس على فئات، فقريش تقول: يوشك محمد أن يبقى على ديننا وقد صلى إلى كعبتنا، يوشك محمد أن يعود إلى ديننا وقد صلى إلى قبلتنا. وقالت اليهود: اضطرب أمر محمد، فإن كان الذي يفعله الآن حق فما كان يفعله قبل باطل. وخاف المؤمنون على إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا إلى القبلة الأولى ولم يدركوا القبلة الثانية، فجاء القرآن شافيا. أما في الرد على اليهود والنصارى فالله يقول: قل لله المشرق والمغرب، الخلق خلقه والأمر أمره، سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد والشرع شرعه. وأما الرد على المؤمنين الذين خافوا من ضياع الصلوات، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا احتج به أهل السنة على أن الإيمان يطلق على العمل، لأن المراد به هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد أخبر الله نبيه قبل أن ينزل تحويل القبلة أن السفهاء لن يتركوك على حالك، وأنهم سيعنفون عليك ويشهرون بك، سيقول السفهاء من الناس. ثم قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من دلائل كرامته صلى الله عليه وسلم.